عندي بصل مقطع شرايح، رح أتبله أملحه بالبهارات اللي رح أذكر لكم إياها أسفل الفيديو، وضفت سماق. السمك اللي استخدمته سمك بلطي تربية مزارع الوفرة، موجود هنا بالكويت، كتير طيب صراحة وبيعجبني كتير. ملحت وتبلت السمكة، وبعدين حشيت بطنها بالبصل اللي متبلته مع شرايح الليمون، وكمان رح أستخدم يا جماعة خضار اللي هي بطاطا وزهرة، ورح أتبلهم كمان وأضيف زيت زيتون وبالإير فراير يتحمروا. للصلصة رح أستخدم صلصة الطحينية بإضافة زيت الزيتون والبهارات ودبس الرمان والمي والليمون. اتعمدت إني أخلي المرقة شوي رخوة، والله مو شوي كتير، وغليتها على النار وضفت لها توم وخليتها شوي تبرد. بعدين بالصينية صفيت الخضار بعد ما طلعتها من الاير فراير مع بصل، وحطيت حشيت السمك بشوية توم مدقوق ودرت صلصة الطحينية اللي سويتها، ودخلتها على الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 لمدة 35 دقيقة، وصار الطبق عندي جاهز، وقدمته مع الرز المشخول. فيكم تقدموه من غير رز، فقط تغميس، صراحة كتير 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 بتعقد